منيرة الناشطة النسوية، أنت على فكرة كنت من ناشطة في عتيد سابقا. كنت في عتيد، كنت المرصد الوطني، كنت سامحني مرصد مكافحة الفساد، كنت عتيد، كنت الجمعية التونسية للتفكير الدولي، كنت معنا وين حاليا في المرصد الدولي لحقوق الإنسان، معناتها احنا متعودين وناشطة ناشطة حقوقية مدنية ومعروفة. ونسوية، جميل. لك كلمة ختامية منيرة باسم شابات، سمحت أكثر باسم نساء بأني بوجيد. هذه فرصة، وشكرا لقناة الزيتونة. نرجع معناتها للمحاكمات اللي صارت على ابناء سيدي بوزيد. اول شيء انا باش ثم اسم ولا اثنين، فايزه ابو عزيزي التي حكمت هي انسانه مريضه نفسانيا، وحتى جماعه العوينه مشكورين، او المكسب الوطني لتونس فرقه العوينه صراحه في قمه في المعامله، قمه في المعامله الحسنه. طبعا الانسانه مريضه، اخويا المدون معناتها طارق الجريدي، هو ما هوش حاضر، هو خذايا من اللي فيه وكمدون عدى كيفاش، وجاب لهم ما يثبت ذلك، معناتها غير انه احنا معناتها اللي معناتها حكمنا ظلما، وان شاء الله القضاء ينصفنا. حتى اخر نقول لك محكمتنا هذه هي معناتها عبير موسي اللي اعتدت على السلطة التشريعية، اللي اعتدت على برلمان منتخب، اللي اعتدت على هيبة الدولة، اللي اعتدت على مسار ثوري، اللي اعتدت عن اللي خلقت فتنة ما بين الأطراف السياسية اللي عطلت مصالح البلاد والعباد، معناتها اللي اعتدت على الإخلاق، اللي اعتدت على قرب الميكرو يا منيرة، اعتدت على شعب تونس. ما تحكمتش وحنا أبناء ورموز الثورة نتحاكم. رجال الأعمال اللي قال ال 64 رجل أعمال اللي قال عليهم سيادة الرئيس، قال باش نوجههم للجهات الداخليه ومانيش باش نحاكمهم، وينهم؟ عنده عاملين راهم، واحنا معناتها اللي دفع. على فكره استاذي العزيز، انا مع سي الهادي، الهادي يشهد بذلك، من اول الناس جمعيات كانت في سيدي بوزيد رفضت انها تجيب الاستاذ سعيد في اول جايه فيه، غير انا من بعد توقفت في قضيه عبير بوسي سبق وتوقفت اسبوع. معناتها رفضت الوحيده اللي كنت باش نجيبه على مرصد مكافحه الفساد، معناتها انا في معيه معناتها سي الهادي نسيبي، لا بمعيه سي الهادي نسيبي، انا وياه كنا في الكواليس، وكان هو يتواصل مباشره مع سي الهادي نسيبي، اكثر انسانه تعبت وضحيت، ويليتني ما عملت العمنا غلطه عمري للاسف، لاني توسمت في الرئيس كثير، لاني حبيت نبعد على الاطراف السياسيه الكل، لكن يا خيبة مسعاي ومسعى كل الشعب التونسي الذي انتخب الأستاذ قيس سعيد. أنا نرجع بالكلمة ختامية، الخبيرة الاقتصادية قالت ويعطيها الصحة وصرحت، قالت هذا معناتها ما هوش احتكار، هذا رفع للدعم. للأسف منيرة انقطع الاتصال. شكرا منيرة البوعزيزي الناشطة المدنية والحقوقية من سيدي بوزيد.